التكنولوجيا عامة من الحاجات اللي يمكن سهلت علينا حياتنا بشكل كبير جدا. يمكن النهارده لما حد يقول لك تعالى نتقابل في مكان معين، المكان ده بعيد عنك او انت عمرك ما رحته قبل كده او اول مره تشوفه، اسهل حاجه بتعملها هو انك بتطلع موبايلك وتكتب المكان ده وتروحه عن طريق الجي بي اس. طيب هل النهارده احنا نقدر نعيش بدون جي بي اس؟ هل الجي بي اس ده بقى جزء مهم في حياتنا زيه زي التليفون كده والعربيه؟ هل تقدر تروح المشوار ده من غير ما تستخدم الجي بي اس وانت مش عارف الطريق ومش عارف حاجه غير بس العنوان كده يعني سطر منه؟ طب السؤال الاهم بقى، هل في تطبيقات تانية مواصفاتها زي مواصفات الجي بي اس؟ خلونا نشوف التقرير اللي جاي ونعرف منه تفاصيل اكتر. الجي بي اس موجود في كل مكان، ومفيش حد دلوقتي موبايله مفهوش جي بي اس، تطبيق بتقدر تستخدمه علشان توصل للمكان اللي انت عاوزه. كل عليك انك تكتب في خانة البحث العنوان اللي انت هتروحه، واول ما نخلص كتابة وتضغط اوكي هتلاقي التطبيق بيحدد لك الوقت اللي هتوصل فيه والطرق السريعة والبطيئة اللي ممكن تستخدمها. الجي بي اس او نظام تحديد العناوين والمواقع نظام عالمي للملاحة، بيستخدموا فيه الأقمار الصناعية علشان يحددوا اي مكان موجود على الأرض، ده غير استخداماته التانية في تتبع اللياقة البدنية والصحة وحساب المسافة اللي قطعتها وانت بتمارس الرياضة او بتمارس بعض الأنشطة البدنية المختلفة، وده من خلال الساعات الذكية والأجهزة اللي ممكن تلبسها في ايدك. وبتطبق شركات الخدمات اللوجستية أنظمة الاتصالات علشان تحسن إنتاجية السواق وسلامته، وده علشان تدعم تحسين مسار الطريق وتضمن سلامة السواق. تطبيق الجي بي اس له بدايل ومنافسين زي في العالم، زي مثلاً تطبيق بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية في دولة الصين، ده غير إنه وسيلة مساعدة للملاحة بدرجة دقيقة جداً وبيوفر إمكانية التعامل مع الرسائل والقدرة على نقل الصور. في روسيا كمان في نظام مشابه للجي بي اس اسمه شبكة جلوناس الروسية، منظومة متخصصة بتضمن ملاحة سريعة وأمينة وبتقدم دعم غير محدود للمستخدمين في الجو والبر والبحر وفي الفضاء. كمان الاتحاد الأوروبي عنده منظومة ملاحة فضائية اسمها جاليليو، تم إنشاؤه من قبل الاتحاد الأوروبي بدعم من وكالة الفضاء الأوروبية في شهر ديسمبر عام 2016، ولحد دلوقتي أثبت إنه نظام مفيد وموثوق وأكثر فاعلية.